الصلاة لها تأثير عجيب، لها تأثير عجيب في دفع شرور الدنيا، ولا سيما إذا أعطيت حقها من التكميل ظاهرا وباطنا. فما استدفعت شرور الدنيا والآخرة ولا استجلبت مصالحهما بمثل الصلاة. وسر ذلك أن الصلاة صلة بالله عز وجل، وعلى قدر صلة العبد بربه عز وجل تفتح له من الخيرات أبوابها، وتقطع عنه من الشرور أسبابها، وتفيض عليه مواد التوفيق من ربه عز وجل، والعافية والصحة والغنيمة والغنى والراحة والنعيم والأفراح والمسرات كلها محضرة لديه ومسارعة إليه. هل تريد غير هذا شيء أيها الأخ المسلم؟ لا، لا أريد إلا هذا. فعليك بإتقان الصلاة، إتقان الصلاة. ولذا يا إخوان، إتقان الصلاة مهم، وخاصة السجود. السجود، أنت في السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. أكثر من الدعاء، أكثر من الدعاء، فإن الله الذي خلقك وهو يملك الدنيا كلها وهو على كل شيء قدير أمرك بالسجود، فاسجد له واطلب منه وأبشر بالخير ولا تستعجل، وكن كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام: عجبا للمؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر وقال الحمد لله واستمر على طاعة الله، وإن أصابته ضراء صبر ثم استمر أيضا على طاعة الله وانتظر الفرج، لأنه ما يأتي الإنسان من ضراء إلا ويأتي بعدها فرج، وكلما اشتدت الضراء جاء بعدها الفرج. ولذا يقول الله عز وجل: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. العسر هنا يقول أهل اللغة معرفة، والمعرفة لا تتكرر، واليسر نكرة ويمكن أن يتكرر، ولذا فسرها بعض العلماء يقول: لن يغلب عسر يسرين. وأيضا يقول بعضهم: لو أن العسر دخل في جحر ضب لأتاه اليسر وأخرجه. فالإنسان إذا أصيب بضرر أو أصيب بشيء يصبر وينتظر، ينتظر الفرج، ويطلب من الله الذي بيده كل شيء وهو على كل شيء قدير. فالله سبحانه وتعالى إن لم يجبه فإنه يدخره له في الآخرة، والآخرة خير وأبقى.